انا توصلت واحد السيدة ورقة دابا ما عارف واش حياتي اليومية نشراتها ولا لا، كيقولوا لي الحضارة غدا في 9 الصباح. انا قلت لهم بانني انا كتبت للوكيل العام والوكيل الملك كنخبرهم بانني ما يمكنليش نمتثل امام واحد السيد اللي عندي معاه محاكمة جارية، انا جاري مع المحكمة، هذا راه ما يمكنش، وراكي مسو في الاستقرار ديالي وفي النفسية ديالي وفي قناعتي اني يمكنلي نسترجع حقوقي وندافع على نفسي. وإذا كان كتصيفطني للشرطة القضائية باش نبدا نشك بأنني يمكن لي ندافع على نفسي، قولها لي بالعلالي، لأن يمكن له أنا قلت لكم يمكن له يعين قاضي التحقيق، يمكن له يعين الشرطة القضائية ديال رجال الدرك، يمكن له يعين النيابة العامة باش تبحث معايا فاش ما بغات. أنا ماشي فوق القانون ولكن ماشي تحت القانون. جميع الشكايات اللي كندير انا ضد الشرطه القضائيه وضد المسؤولين وضد المدراء ديال وزاره الداخليه وضد وزير الداخليه، النيابه العامه كتحفظهم، ولكن ما علاش كتحفظهم دابا، ولكن ملي كتسجل الشكايه التقدميه 14 سنه، حتى واحد ما ضامن بان هادشي غادي يبقى هكا 14 سنه، واذا تبدل هادشي صافي غادي عيطوا لهم، غادي يخرجوا من الحفظ ديك الشكايات. شوف الامور واضحه. لا تنسى